بدي أقول لكل شخص عنده حلم أكيد يسعى ورا حلمه. يعني قد هي الجملة من أولى، ولكن هي الجملة هي أساس حياتنا. اسمي زينة العظم، وأنا مدربة محترفة معتمدة من إلاف ترين، ومؤخراً أيضاً أصبحت مدربة معتمدة من مؤسسة علمني في سوريا، صاحبة مركز تفنن وموقع تفنن. فأنا أول ما أجيت على تركيا، الحقيقة رب العالمين زرعني في المنزل، فما كان في مجال إني أنا يعني أطلع وأعمل يعني حقق شيء من أحلامي. من وقت ولادة بنتي كنت دائماً على اطلاع على مواقع أجنبية، على نشاطات، يعني كنت دائماً بشوف شو في نشاطات جديدة للأطفال، شو في أشياء ممكن تنعمل معهم، تملي لهم وقتهم، وبنفس الوقت يصير في تواصل بين الأم والطفل. فمن وقتها يعني وأنا أطلع صار عندي تكونت فكرة نوعاً ما أنه أنا فيني ربما يوم من الأيام أني أعمل موقع بالعربي بيخدم الأم العربية. فبدأت خطوة خطوة، يعني بدأت خطوة خطوة بتعليم نفسي البرمجة، بدأت بتطبيق، يعني اتعلم وطبق، اتفرج مثلا على فيديوهات على اليوتيوب، على مواقع اقرأ وهيك وطبق وهيك. وحاولت خلال شهرين قدرت اخرج بموقع نوعا ما بالنسبة يعني إلي كان شيء كبير. موقع تفنن او مدونة تفنن هي مدونة شخصية، وأنا استهدفت فيها الأم العربية، واستهدفت فيها المعلم والمعلمة العربية. بعد تأسيس موقع تفنن بحوالي سنتين، بدأت الفكرة تتبلور أنه نحن أني أنا ممكن أنقل هذا الحلم لواقع، ليس فقط يكون على الموقع، ليس فقط نشر النشاطات يكون فقط مع أطفالي، لا، يكون تتوسع الدائرة. اللي نحن عم نحاول نقدمه للطفل هو يكون بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة بيتعلم فيها بحريته، بيئة ما فيها أحكام مسبقة عن أي شيء بيعمله، وبنفس الوقت فيها مرح وفيها تسلية وفيها بسمة. للأطفال حاليا تركيزنا على بشكل أساسي على دورات الفن والرسم. نحن بنقول له الفن المفتوح اللي هو ما فيه صح وغلط، فيه فقط مساحة يعبر فيها الطفل عن نفسه بطريقته وبأسلوبه. نحن بنعطيه أفكار وبنعطيه مواد، بنعطيه إلهام، وهو بطريقته بيعبر عن نفسه.